وخلفت وقوف وحذاء بدون بويا بقلم أرسوفاليان. وصل إلى جرمان مسرعا كهزيم الرعد بدراجته النارية بعد ظهر الاثنين 10/1/2011، واستل دفتر المخالفات وبسرعة البرق كتب 50 مخالفة لأول 50 سيارة متوقفة بشكل عرضي في الدوار الشمالي من حي الوحدة في جرمانة، وهو أعرض شارع في كل جرمانة على الإطلاق. ونزل المطر فغسل وتشتش كل المخالفات التي كانت تقبع بخجل تحت مساحات البلور الأمامي جهة السائق، تلك المساحات التي تنقل لنا الأذى والتبلي دوما. كانت المخالفات تقبع بخجل لأن المخالفة نفسها تعرف أنها ظالمة. جرمان التي لم يعد يتوفر فيها ميلي واحد لاستيعاب إصبع عصفور يحاول توقف فيها، والتي لا تحوي إلا الشحيح من اللافتات، وكأنها ضيعة تلاصق عاصمة الأمويين بمكابرة وترف. لا يخفى أن 5 سيارات متوقفة بشكل طولي مع مسافات الأمان المتعلقة تحجز مسافة تكفي لوضع 10 سيارات بشكل عرضي أو أكثر. وهناك اتفاق بين السكان مشفوع بألف رجاء يفيد بأنه يرجى وضع السيارات عرضيا لكسب مسافة جديدة. ولوحظ في الأشهر الأخيرة أن الذي يخالف هذا العرف في جرمانة يضعون في موازاة سيارته سيارة أخرى رتب ثاني تترك في نصف الشارع، ويصعد صاحبها إلى بيته لينام، فتحل مصيبة جديدة في صباح اليوم التالي، وخاصة عندما يكون صاحب السيارة العالقة موظفا أو زوجته موظفة، فيتم الاستغناء عن خدماته أو خدماتها أو خدماتهما معا، لأنه طقطقت البراغي على أبو موزة وغريمك ورا الباب ناطر. وهكذا فلا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك. فبعد أن توقفت مخالفات السرعة الزائدة بسبب الرادارات، وتوقفت مخالفات الشارة الضوئية بسبب التعداد الرقمي التنازلي، وبعد أن توقفت مخالفة حزام الأمان، فلم يعد أمام الشرطة إلا مخالفة واحدة لملء دفتر المخالفات. والمخالفة الواحدة هذه تبدأ بكلمة وقوف، مثل وقوف عرضي ووقوف على الرصيف ووقوف على الرغيف ووقوف على المنعطف ووقوف تحت الشجرة ووقوف لجني الثمرة ووقوف لقتل الحشرة.
الخلاصة لم يعد هناك مكان للوقوف، أما البنزين الذي يهدر للبحث عن مكان للوقوف فهو أكثر من البنزين المستهلك أصلا لقضاء المشوار الحاجة. وكل مشاويرنا تحولت إلى قضاء حاجة. هذه المخالفة فقدت معناها ولم تعد شرعية، لأنه لا يمكن مخالفة إنسان لم يتم تأمين موقف له يستطيع صف سيارته فيه. هذه المخالفة ليست شرعية، وخاصة هنا في جرمانا، لعدم وجود لافتة تمنع الوقوف العرضي للسيارات، ولا يمكن بالقانون مخالفة إنسان مخالفة مرورية بدون وجود شاخصة. فهذا ظلم له مبرر واحد، وهو على صعيد الفرد ملء دفتر مخالفات بسرعة أو بسرعة البرق، وعلى صعيد الدولة ملء الخزانة في المركز بأي طريقة ممكنة حتى ولو كانت غير مشروعة. ووضعت بين قوسين فعل الماضي بعلامة كسر الخاطر، المخالفة في التابلو، ونزلت إلى الشام للبحث عن الرزق الذي شح في هذه المواسم العجاف. وكانت المفاجأة التالية: نصف سيارات الشام تقف بشكل عرضي بسبب ندرة الأماكن. وفكرت لو أن المرور تنشط وتستنفر كل دراجاتها ليلا وتمشط أحياء دمشق، فإنها ستكتب مليون مخالفة، نصفها وقوف على الرصيف والنصف الآخر وقوف بشكل عرضي أو استعراضي. وبعد شهر على الأكثر سيتحول سكان دمشق إلى مفلسين ومتسولين بسبب المخالفات المروعة المشار إليها. وعدت إلى جرمان خالي الوفاض بسبب الأحوال الجوية المفلسة والمتعلقة بكل الناس، وتمنيت لو أني اشتغلت بقيمة هذه المخالفة لا غير. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، نو كما يقول دريد لحام في إحدى مسرحياته. والمصيبة التي وجدتها بعد عودتي أن كافة السيارات في جرمانا حتى تلك التي تمت مخالفتها وقفت بشكل عرضي لاستحالة تنفيذ مسألة الوقوف الطولي دون بناء جرمانا ثانية جديدة وشوارع جديدة. أوقفوا هذه المخالفة لأنها أصبحت غير شرعية وفيها تبلي على الناس. أين سنقف؟ وكيف سنقف؟ هل نشتري رافعات نرفع بها سياراتنا إلى أسطح البنايات لنرتاح من سطوة راكبي الدراجات؟ أوقفوا هذه المخالفة لأنها فقدت معناها بسبب منع استيراد السيارات لمدة نصف قرن من الزمان، ثم فتح مليون باب على مليون مصراع.
هل يتوجب عليكم شرعا قلع عيوننا إكراما لتجار السيارات؟ عجبي. أوقفوا هذه المخالفة الظالمة لأنه لم يبقى رصيف ولا مدخل بناء ولا حديقة ولا شارع ولا خرابة إلا وتحولت إلى مكان لصف السيارات، واجتهد الناس في وضع جذوع الأشجار وبراميل الإسمنت وأحواض الزريعة التي لا تحوي زريعة وأحواض الغسالات القديمة، وضعوها كلها في وسط الشارع ليحجزوا أمكنة لسياراتهم دون غيرهم، الذي إذا حاول وضع سيارته في هذه الأماكن فسيتم تحطيم المرآة اليمينية واليسارية الماركسية لسيارته الدخيلة، وسيتم ثقب الدواليب الأربعة للسيارة لتتم بعد ذلك تربية القمل في رأس صاحبها. في زمن الاحتلال الفرنسي وفي ثكنة ما في هذا الوطن الذي كان واقعا تحت الانتداب وفي تحية العلم، اكتشف الضابط المناوب أن أحذية الجنود، وكلهم جنود محليين متطوعين، متسخة، فأمر بعقوبة جماعية. فتدخل مجند يريد توضيح السبب، فتلقى صفعة من الضابط أوقعته أرضا. فتدخل مساعد أول ملم بالفرنسية وقال للضابط: لا توجد مادة البويا في الندوة ونحن استنفار، ولا يمكن للعسكري مغادرة الثكنة لشراء البويا أو أي شيء آخر. فأمر الضابط الفرنسي بالتوقف عن تنفيذ العقوبة الجماعية لأنها أصبحت غير ذات معنى، واعتذر من الجميع وطلب وسط دهشة الجميع إحضار الحلاق مع كرسيه إلى ساحة الاجتماع. وعندما وصل الحلاق ومعه الكرسي، جلس الضابط الفرنسي على الكرسي وطلب من الحلاق أن يحلق له على الصفر، واعتذر من الجندي بسبب الصفعة المتسرعة، وقال للجميع: الضابط الذي لا يأخذ الأمر بروية وتفكير وحكمة لا يستحق أن يكون ضابطا، ويجب أن يعاقب بضم الياء، يعاقب ويجب أن يعتذر. وبعد ذلك نحن لا نريد أي اعتذار، ولكن نريد أن تقتنعوا معنا أن هذه المخالفة فقدت شرعيتها بسبب عدم وجود البويا في الندوة. أما استمرارها فهو عقوبة جماعية لا مبرر لها لأناس تمنوا أن تتم معاملتهم بشكل حضاري ولو لمرة واحدة قبل أن توافيهم المنية في هذا البلد الأمين. فهل هذا مستحيل؟ arasufalian@gmail.com.
hacerse